يا صوتي ما عرفتش علاش كيصوروا ما كيوصلوش ليا صوتي. اي واحد كيصور معايا ما كيوصلش ليا الصوت ديالي، علاش الله اعلم ما عرفتش. المشكل عندي كندير باركينغ غارديانا كيحاربوا فيا، انا واقفه ما عارفاش علاش. انا واقفه من خدمتي دابا 15 يوم انا واقفه، غنعتصم حنا ضهري على قبل هذا على قبل هذا المشكل هذا. حنا ضهري غنعتصم، نعتصم تيبان لي حقي. شنو ضايع ليا، ضايع ليا حاجه في حياتي، ما كايناش الحمايه. مسيرتي كمواطنه مغربيه ما مرتاحه للتهديد، عايشه للتهم، عايشه في بلاد بدون حمايه. الحمايه ما كايناش، الرعب. انا عايش في مدينه الرعب، ما كاينش الحمايه، الحمايه ما كايناش. الرعب انا مع البوليس فقط، انا احتراما للباقي. انا ما كنقولش كلشي، بعضهم بعض البوليس. كنعيش في مدينه الرعب، في مدينه بدون حمايه. هاد الناس خدمه المواطن، انا ما كنحسش بخدمه المواطن، كنحس بضد الوطن. هما الناس ضدنا، ما كيبيروش لي حقي. انا باركين غارديانا كنترزق الله كيحاربوا فيا بدون اشخاص. بعد 17 واحد اللي كيتواجد في هذيك البلاصه كلهم خدامين الا انا بوحدي، وراه عاش الملك. راه كل يوم كيغدا راني مواطنه مغربيه حقيقه ناخذه. درنا طلب ترخيص، درنا اشعارات سيد العامل، درنا اجراءات كل واجبات كل مشيت كمواطنه مغربيه. وهاد الناس ما بغاوش يحركوا لي شغلي، ما بغاوش يحركوا لي شي طلباتي في العماله. ما قدك 20000 طلب فركوت بندريس، هزوا لي كروسي الدواء الفوريان، وعندي وثيقه اللي كتبت كروسي انا في المحزوز، ما لقيتهاش في المحزوز. الورقه عندي اللي كتبت في المحزوز، ولكن الكروسي ما مكانش المحزوز. الكراس كله باقي في الاشياء في الكليه، انا بوحدي طبقت عليا. دابا كندير باركين كيحاربوا فيا انا بوحدي، وانا كنطلب من الراي العام واحد بواحد يبارطاجي لي اللايف ديالي. انا ما باغا لا فلوس لا والو، باغا صوتي يوصل ليا للمديريه العامه ديال السي الحموشي، يفتح لي تحقيق مع هذا المسؤول الامني، مدير لي روينه في هذه الجديده. ما تقطعش اللايف استاذ، انا معاك، خلي اللايف مطلوق، ما تقطعيش، خلي اللايف، خلي صوتي يوصل. ما كنعاير ما كنسب، عاش الملك. انا طالبه حقي، انا مواطنه مغربيه ضايعه في هذه البلاد. اولا ما كاينش الحمايه، ثانيا تهديد الاشخاص، تهام بدون سبب. نوضح نديرو خاطر واحد المسؤول الامني ما كيحملنيش. واش تشمل شنو الدور ديالك في البلاد؟ واش دورك تبقى تحارب مرا؟ الدور ديالك يتكلم في البلاد، تحيد الحشيشه، تحيد البزازه، تلقي بلادنا. تلقي بلادنا ماشي تقابل مرا. مقابلني انا حاط عليا 40000 صافيط، سير حط حدا شي بزنيز ولا شي واحد كيكريسي. هادشي فين؟ جامع العماله. زنقة صافي الملقب جامع العمالة، ملقب العمالة. أنا ساكنة تم وميمطو خدامة تم، كندير غارديانا. أنا عايشة عود تهديد خايب، تهديد خايب، وراه كنطلب صوتي يوصل. خلي الله يبقى مطلوق، بغيت صوتي يوصل ليا للمديرية العامة السي الحموشي، كنترجى فيه الله كيما تيقتنا فيه وعزيز علينا وخونا، وبغيت يفتح ليا تحقيق، وبغيت الصوت ديالي يوصلو. كنعاني بزاف ماديا ومعنويا، يعني مرا جريت راسي ما عنديش يدخل عليا حتى درهم بوحدي، ويجي واحد يحاربني يحارب لي رزقي. راه ما يمكنش، راه شي حاجه ما كدارش غير هذا المسؤول. راه وكيل العام بخبارو، وكيل الملك بخبارو، العامل بخبارو، وهاد السيد ما باغيش يبعد عليا. ما فهمناش والله، ما فهمنا حاجه في هاد البلاد. ماشي يحاربوني بهاد الطريقه، راه لا يعقل غنتقبلها منهم. راه لي مرا وكنترزق الله فين غنمشي. 15 يوم وانا حابس اخويا، متعرضه للتهديد، متعرضه للاعتقال، باغي يلبخوا لي باي تهمه. انا جي هاد الجوعين الاخرين اللي فات كون ما هربتش، هرب شويه كون ماشي مشكل، كون ما هربتش اقسم الكبير الليل كانوا غيديوني وغيهبطوني. قال لي مديوها هبطوها، قال لي واخا نهضر مع المحكمه. انا عايشه مهدده مع المسؤول الامني، انا عايشه في بلاد بدون حمايه، بدون امان، بدون يعني عايشه في بلاد الرعب، بلاد كنحس براسي انا ما مرتاحاش في بلادي. راحت البال ما رازقهاش، لا حمايه، الى امان، الى راحتك يعني الثقه. ما بقيتش كتثق في بوليسي، بزاف ضغوطات الكحله، تهديدات بزاف حضرة، بزاف الاشخاص مجهوله الناس. كل واحد جيني بصوره، واحد عنده صفحه فيسبوك كاتب عليا، كاتب عليا مجيب لي مجيب لي امراه ما عرفتش بيوم اثنين جايه كتاهب فيا بحكم واحد السيد صداقتي معاه غير بعشره، كتقول لي باغي تفرقيني على صاحبي، بركه تروح ليا في الشعواده. جايه وجاي هو وياها، واش دايره هو وياها الله اعلم. انا عيت في هذه البلاد، انا بغيت المديريه العامه يوصل، دايره شيكايتي في المديريه العامه، بغيت شيكايتي تحركوا ليا وخذوا ليا حقي من هذا المسؤول الامني. مسؤول امني فقط ديريكت،
كيعطي اوامر للبوليس هذيك تشدوها جيبوها جو سطافيط موقفوا عليا وقفوا على البسناز وعلى الحشيشه اش بغيتي عندي انا عمرك نترزق الله واش هذه مسؤوليه البلاد باش جاب المراه كنترزق الله بارك الرمينه ديال الله وديال المالي درنا مجموع الطلبات مجموع الوثائق مجموع الادله مجموع الاجراءات كمواطنه مغربيه درت اجراء ديالي كيفوت يقعد في 60 يوم راه كيعود قانوني وبهذا الشيء قالك ما والو ما تبقايش هنا انا خويا طالبه حقي وبغيت صوتي يوصل للمديريه العامه تيبان لي حقي راني كنعاني واحد المعاناه خايبرني يعني وليت نفسيا مرت نفسانيا مع هذا المسؤول يعني بارك دير كاردي كتخدم وتلفت واحد جاي ليا منها تيستافيط منها خارجيه بوليسي يعني نفسانيا مرت مع هذا السيد هذا ما بقيتش مرتاحه في داري بقيت مرتاحه في داري كنفكر في هذا الشيء كامل علاش هذيك علاش القانون اللي غيجبدها انا ما عرفاش علاش ما عرف كاينه شي حاجه واش نهي الحاجه الله اعلم ما عرفناهاش كيقولوا كاينه شنو هي الناس في 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 كاين شي حاجه شنو هي شكون اللي كيقول الناس الكومونتير لا حنا علاش هذا المسؤول امني بالضبط كيقصد الباطن ما عرفش علاش هذيك القانون اللي غيجبد انا ما عارفاش علاش طلبوه ناس قال لي في عاد ديك السيده قال لي كانت في السماء غنهبط عاد طلع عندها كانت في الارض غنهبط عندها واش بيقول واحد الشيء كيكتي وضع فيها سابقا بيه في المديريه العامه بسبب هاد الرعب اللي داير ليا وشنو هاد المطالب اللي كطالب بهم مباشر كان طالب انا يديروا لي بحث طالب الفرقه الوطنيه يديروا لي بحث بغيت نعرف علاش كاذب علي شي واحد الله اعلم شكون اللي وراه الله اعلم ما عرفتش انا لكن انا كنعيش كتوجد اتهامات خطيره واش عندك ما يوفي انا داكشي شخصي كيواجهني به بقيتش هنا شي اللي كاين مطالبه حقي انا رسالتي كنوجهها للسي الحموشي يفتح لي دقيق ويحميني من هذا السيد يحميني من نور راني عايشه مهدده يحميني من نور راني عايشه مهدده وهادشي راه كاين وراه 40 واحد كتشوف 40 واحد دايره عارضه فيها 60 واحد لسانيه ليا بان الناس باغيني ادبيا يعني اخلاقيا باغيني وهذا السيد كيحارب فيا ما عرفتش انا علاش كيحارب فيا حروب انا ماشي كنتهمو ما كنتهمش المهم كيحاربني من التهم جوج حوايج كنعاني منهم كيعرضني للتهم وكيحاربني في رزقي وهادشي انا عارفه انا ما تهم احد علاش بالضبط فاطمه ما عرفتش هذيك القانون اللي غيجبد انا ما عارفاش باش نتهمو بشي حاجه ما عارفاش لا الحروب كيحاربني اعطي اوامر والتهم هادشي اللي كاين انا ما عارفاش باش نزيد عليه ولا نقص عليه هادشي اللي عارفه انا وكنتمنى من الراي العام يتضامن معايا ويبارطاج لي هاد اللايف كنطلب منه يتضامن معايا يبارطاج لي هاد اللايف ديالي حتى وصل الصوت للمديريه العامه ويدخل لي السي عبد الطيب الحموش كيما حنا تيقنا فيه هادشي اللي كاين